لا هقول لك حاجة، هقول لك حادثة. معركة قادش في الأقصر، لما تشوف اللوحة بتاع بين الحيثيين والفراعنة، الحيثيين كانوا جايين من ليبيا مش كده؟ الحيثيين من ليبيا، جايين من ليبيا. فكان الملك الإله فرعون عنده قوات خاصة، ده بجد الجيش المصري الفرعوني عنده قوات خاصة. فكان الملك طالب التمام بكف الايد اليمين، دي عمليات ورا خطوط العدو، موجوده اللوحه يعني، اللوحه موجوده. ف بعد الحرب دي بياخد مكافاه بقى، يعني غير المرتب بياخد مكافاه، ودي موجوده عرف في الجيش الى الان على فكره للقوات الخاصه. اوكي، حضرت دي في اكتوبر. انا وبوسي في مستشفى حميد زيتون، مشهد لا انساه. ايه بقى؟ كان طالبين التمام بودن، يا يعني مش عايز. اوكي. كل المجموعه اللي معاه ماتت ما عدا هو، وكان الجربنديه مليانه ودان. فكانوا جايبين له ودن كاوتش بيعض فيها في المستشفى. لا انسى المشهد، مشهد سينمائي يعني، تحس انه دراما. هرجع بقى لقادش. لقادش. فالملك بس لقى فرعون صغير مصري قديم قاطع اليمين والشمال عشان يقبض الدم. بيزايد بيزايد.